السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نوريكم واحد كارت فيزيت ديال واحد ميدسان، واحد طبيبة روسية عندها ديبلوم روسي وحالها الكابيني ديالها في المغرب. اسم ديالها هي الدكتورة لورونتي بوتومو ناديجدا لورونتي بو بوتومو ناديجدا ناديجدا. المهم هادي هي لا كارت فيزيت ديالها. قالك ديبلومي اي اكس انترن دو لاكاديمي دو ميديسين دو موسكو، ميديسين جينيرال، ميديسين استيتيك، فيزيوثيرابي، ميزوثيرابي، لازر، موتيبل ابليكاسيون. المهم هادو هما لي داك سميتو لي سبيسياليتي ديالها. L'adresse de là, c'est 144 avenue Moulay Hasseb 1er Casablanca. Téléphone de le cabinet de là, c'est 05 22 27 25 77 ou le fax 05 22 29 02 86. Qui m'a tout les numéros de téléphone d'être numéro de téléphone. Ça veut dire que si d'ailleurs ça fait très longtemps que je باش حل الكابيني هنا في المغرب. لو ديبلوم ديالها سي ان ديبلوم دو روسي، سي ان ديبلوم دو لاكاديمي دو ميديسين دو موسكو. يعني ان الناس اللي باغيين يقراو في روسيا الطب يمكن لهم يقراو في روسيا الطب ويحلوا الكابيني ديالهم هنا في المغرب. ولكن بالنسبه للكفاءه انا ما عمري ما شفتها، ما عرفتش الكفاءه ديال هاد الطبيبه هادي. المهم الا بغى بحال دابا شي واحد يشوف هاد الطبيبه هادي باش يعرف الكفاءه ديالها. المهم بحال دابا ولا كان باغي يقري ولدو ولا شي حاجه بعد يغون فيزيت يشوف الكفاءه ديال هاد الطبيبه هادي. واخا انا كيسيون ديال الكفاءه كيدخلوا فيها عده معايير، سي لا كاليتي ديال لونسينيمون ديال هاد الجامعه هادي، وكذلك لامبليكاسيون ديال لا بيرسون، يعني الانسان واش تعلم مزيان الحرفه ولا ما تعلمهاش مزيان، واش انسان مجتهد. المهم هذا ما كان، ولا كان عندكم شي تساؤلات خليهم ليا في صندوق الوصف. وهذا ما كان، والى الفيديو المقبل.